مساء الخير. جولات ومواصفات جديدة للعقارات المبنية بحلقة Property Yours لليوم رح نتعرف عليها سوا الليلة مشاهدينا، وطبعا بالإضافة لاستعادة بعض الجولات السابقة لنا على أبرز الشقق والمكاتب والمحلات اللي تم بنائها بالفترة الأخيرة. أما هلأ رح نتابع جولة شادي بهالروبورتاج، خليكن معنا. جينا على منطقة بيت ميري قضاء المتن لنتعرف على بناية أندر كونستراكشن مؤلفة من شقق سكنية للبيع. الشقق مساحاتهم 285 متر مربع أو 295 متر مربع. فينيشينج كتير فخم، في طوابق مع تراس وجنينة وطوابق دوبلكس. بناية بيت ميري ملبسة حجر. مواصفات الشقق الداخلية سوبر ديلوكس. شفاش سنترال، بلاطر خام بالصالونات، سيراميك بالحمامات والغرف بالإضافة للمطبخ، وكلهم مستوردين من أوروبا. أربع غرف نوم لكل شقة، اثنين منهم ماستر ومجهزين ليركب لهم سبليت اي سي يونتس. كل شقة ببناية بيت ميري إلا فيو مميز بيطل على الجبل ما بيتسكر عليه. كل شقة تابع لها ستورج روم تحت الأرض بالإضافة لاثنين أو ثلاثة باركينج. لكجيري ليفينج ببيت ميري ب 285 متر مربع أو 295 متر مربع. ستارتينج برايس 2200 دولار بالمتر، والدليفري ديت آخر سنة 2013. عم تنبشوا على شقة تفتحوا الباب وتسكنوا فيها دغري؟ طلبكن موجود عنا. شقة دوبلكس للبيع على الطابق الرابع والخامس من بناية عمرها سنتين. الموقع لهالشقة بالربوة، تحديداً على طرف الرابية. شقة من جوا فولي ديكوريتد وفولي فرنشت. ناخد أكتر تفاصيل عنا. أول طابق من الدوبلكس مساحته 200 متر مربع، مؤلف من 3 ريسبشن أرياز، مطبخ، تواليت للضيوف، تي في روم مع شمينيه، بالإضافة لغرفة نوم مع حمامة تستعمل للزوار. مواصفات هالشقة بتتضمن شاترز على الكهرباء، شوفاج، سولر باور للمي السخنة، ألارم ضد السرقة مع سيكوريتي كاميراز، بالإضافة لسيستم APS لكل البيت. مطبخ الدوبلكس كتير مميز، واسع وإله كوريان كاونتر توب، إكويبمنت ستانلس ستيل أونكاستري وبعدها غير مستعملة. من عمله ديكور جافصين وتابع لإله ميدروم. تابع لهالدوبلكس جنينة مساحتها 60 متر مربع، واللي بيميزها أكتر وأكتر مدخل مستقل من الطريق الخلفي. تاني طابق مساحته 140 متر مربع، مؤلف من 3 غرف نوم، 2 إلهم حمام مشترك ووحدة منهم ماستر. كل غرف نوم الدوبلكس من تاني طابق بيطلعونا على تراس. طلعنا على تراس تابع لتاني طابق من الدوبلكس مساحته 70 متر مربع، بميز هاللوكيشن فيو صوب الجبل وبيمتد لمدينة بيروت والبحر. 340 متر مربع سكن مع 60 متر مربع جنينة و 70 متر مربع تراس، 3 باركينج أندر جراوند من بوابة على الكهرباء، بالإضافة لستورج روم كبيرة. دوبلكس بالربوة، فولي ديكوريتد، فولي فرنشت، بهاي أند فينيشينج، وحالياً للبيع ب 875 ألف دولار. ل
لي جاردان دو بيادة، بروجي جديد فخم كتير أندر كونستراكشن بمنطقة البيادة، مؤلف من 2 بلوك. بلوك A مساحات الشقق فيه 455 متر مربع كل طابق شقة، والبلوك B مساحات الشقق فيه 405 متر مربع وكل طابق شقة. شو مواصفات هيدا البروجي؟ منشوفهم سوا. بروجي لي جاردان بيقع على خط البيادة الرئيسي وبيتميز بوجود 1000 متر مربع حدائق خضراء بتوصل لاثنين بلوك مع بعضهم، بالإضافة للبلكونات على كل طابق يلي بيعطيه حياة طبيعية للفساد. كل شقة إلى 2 ريسبشن أرياز، وحدة داينينج، وحدة ليفينج روم، وأربع غرف نوم، 2 منهم ماستر. كل شقة إلى ستورج روم مساحته 20 متر مربع، وأربعة أندرغراوند باركينج. لجاردان دو بيادة ستارتينج برايس 3000 دولار بالمتر، والتسليم آخر سنة 2014. مطيلب 697، بروجي بالمطيلب بمنطقة كتير رايقة، مؤلف من بنايتين سكنية. بلوك A كل طابق شقة بمساحة 300 متر مربع، بلوك B أوطى منه كل طابق شقة بمساحة 210 متر مربع. البنايات بمطيلب 697 ملبسين حجر وإليكو بوند مع درابزين إزاز. بلوك A مساحة الشقة فيه 300 متر مربع، من الأنتري على ريسبشن أريا، سالون، قعدة وسفرة. هالأريا هون مجهزة بـ AC سنترال وفيها بلكون مطل على الفيو. مطبخ الشقة الكاونتر جرانيت، خزانات خشب ملبسة قشرة PVC ضد المي، المجلة ريزين صب من النوعية المرتبة. هيدي الأريا هون بلكون مسكرينه كرمال اللوندري، ومن خلالها ميد روم مع حمامة. أربع غرف نوم لهالشقة، 2 منهم ماستر، بالإضافة لفاميلي روم. كل غرف النوم وصلن الـ AC سنترال، مجهزين بستور على الكهرباء، والبعض منهم في لهم خزانات خشب بالحيط. البلوك B بمطيلب 697 مساحة الشقق فيه 210 متر مربع، مماثل للبلوك A. صالون، سفرة، قعدة، AC سنترال وبالكون مطل على الفيو كمان. مواصفات المطبخ كمان مماثلة لبلوك A، كمان له ميد روم وحمامة. ثلاث غرف نوم لهالشقة، واحدة منهم ماستر، ومجهزين بستورات على الكهرباء. مطيلب 697 بروجي بيميزه كتير اشياء، برايم لوكيشن مع فيو صوب البحر للبنايتين ما بيتسكر عليهم. كل طابق شقة بلوك A 300 متر مربع وبلوك B 210 متر مربع. بعد في شقة مع تراس وشقة دوبلكس. كل شقة إلها باركينج تحت الأرض بالإضافة لموتور للبنايتين. هلأ بالمراحل التسليم، والستارتينج برايس 1900 دولار بالمتر. فيجن 210 بروجي بناية مؤلف من شقق سكنية للبيع، 12 طابق بالإضافة لطابق دوبلكس على الروف. كل طابق شقة، واللوكيشن لفيجن 210 على حدود سوليدير جنب سرايا الكبير. كل شقة بهالمشروع مساحتها 225 متر مربع، هاي كواليتي ستاندردز، 3 غرف نوم بالإضافة لاثنين باركينج لكل شقة. الشيء اللي بيميز هيدا البروجي هو الهندسة الرائعة والفيو الحلو.
برايم لوكيشن لبروجي فيجن 210 overlooking لجبال لبنان بالإضافة للبحر من فوق داونتاون بيروت. 4500 دولار بالمتر starting price with delivery date بجولاي 2013. بنهاية حلقتنا الخامسة لهالأسبوع، أنا أكيد كتار منكم مشاهدينا قدروا يختاروا من مجموعة العقارات المبنية اللي قدمناها بهالروبورتاج. أنا وفريق عمل Property Yours بنشكر كل الأشخاص يلي عم بيتواصلوا معنا من لبنان والخارج. عم نتلاقى اتصالات عديدة منكم مشاهدينا عبر الأرقام اللي عم تقطع على أسفل الشاشة ورسائل عبر البريد الإلكتروني info@propertyyours.com. وللمزيد من المعلومات خليكن عم بتتابعونا على الموقع الإلكتروني propertyyours.com وعلى موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لتعرفوا شو في عقارات جديدة وأهم أخبار العقارات بلبنان. تابعونا بحلقة بكرة وبنفس الوقت. بونسوار.